استحسن المواطنون ببلدية براق بالعاصمة خدمة ربطهم بخطوط نقل جديدة تابعة لمؤسسة إتيوزا. حافلة النقل الجديدة تضمن للمسافرين 84 خط نقل لمختلف البلديات بالعاصمة انطلاقا من بلدية براق. اسمع ناصلي. حافلة نقل المسافرين لإتيوزا بخطوطها الجديدة تفك العزلة عن العديد من بلدية العاصمة العينة من بلدية براقي. إتيوزا دايرة 84 خط على براقي مستوى كاع العاصمة. بين الفياجة والفياجة كاين 4 ساعات. يعني فارغ ولا معمر؟ فارغ ولا معمر تمشي. براقي شراقة من براقي واسمو لاكاروتيير. إسماعيل أحد قاطني بلدية براقي يروي لنا معاناته مع أزمة النقل منذ سنوات. بون براقي هذا وين ديفلوبات مع إتيزا كنا نعانيو هنا في اونيفو دو ترونسبورت. ما كان البريفي هنايا يديماري وقت ما يحب يخدم وقت ما يحب تنفح له ما يروحش تريح تعاني. اليوم صباح كان ماشي إتيزا درت ربع سوايع نبوز الريحة البراقي. ما هنا تشوف بلي المؤسسة الوطنية عندها دور فعال في تنمية الاقتصاد الوطني. براقي هنا كانت ماشي معروفة أصلا. للإشارة فإن الناقلون الخواص منعوا حافلات إتيوزا من دخول محطة البلدية ليفرضوا احتكارهم على النقل رغم رداءة الخدمات التي يقدمونها، ويكون المواطن مجبرا على قبولها لانعدام التنافسية. اليوم وقد حلت شركة إتيوزا المشكل، هل تتحرك السلطات ضد هؤلاء الناقلين لفرض منطقها وترجيح مصلحة وراحة المواطن؟ أضحت الشواطئ غير المحروسة قبلة ووجهة مفضلة للمصطفين من مختلف الفئات والأعمار، فالبعض منهم يفضل اللجوء إلى هذه الشواطئ لروعة مناظرها الطبيعية، والبعض يبحث عن الهدوء، أما آخرون فقد قرروا من أو فروا من مشاكل الامتيازات التي تشهدها جل شواطئ عين تيموشنت مع بداية موسم الإصلاح.